Would like now to الشعوب ask فوائد هذه Professor الاتفاقيات Alpha Conde, وأود أن أطلب من الأستاذ البروفيسور كينجي الرئيس الاتحاد الأفريقي أن يتحدث إلينا معربا عن وجهة نظره في هذا الأمر. You have the floor. الكلمة لك سيدي. Merci. أعتقد أن tous les mêmes préoccupations que le président notre frère ici vient de développer. أعتقد أن فعلا سيادة الرئيس قد تطرق إلى كل النقاط التي يمكن التطرق إليها، وأيضا أعتقد أن نستطيع أن نقول أن هناك العديد من المنتجات التي فعلا تنتجها أفريقيا، وأننا فعلا لابد أن نقوم بعمل الكثير، فأننا نمتلك بالطبع الطاقة، وأن هناك العديد من الدول الأفريقية التي ليست لديها فعلا طاقة، وأيضا نستطيع التعاون مع بعض الدول الأخرى لكي يمكننا فعلا الحصول على طاقات أكثر، وكان أيضا أن يكون لدينا البنية التحتية المناسبة لذلك، وأيضا لدينا العديد من المناطق الحرة التي يمكن الاعتماد عليها. وكما قد قال السيد الرئيس، فلا بد أننا نعمل على التعاون وأن يكون لدينا فعلا هذه البنية التحتية، وأعتقد أننا قد تطرقنا إلى ذلك، وأيضا لابد من الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، ونستطيع أن نقول أن أفريقيا لديها الكثير من المناحي التي يمكن أن تستثمر فيها، وأيضا فيما يتعلق في الثورة التكنولوجية الحديثة، فلدينا الكثير من نستطيع أن نبذل من الجهود لكي نستطيع أن نكون مثل أوروبا ومثل أمريكا، التي هذه الدول التي تتقدم بشكل كبير، ولهذا لابد أن نعمل فعلا نعمل بذلك لكي يمكننا التقدم كشأننا شأن فعلا هذه الدول. وخلال فعلا السنوات القليلة يمكننا فعلا التوصل إلى شيء مهم. فأيضا أفريقيا ما زالت أيضا متراجعة إلى حد ما، وكل ذلك بسبب التكنولوجيا الحديثة وبسبب الطاقة وأيضا بسبب البنية التحتية، ولكن نستطيع أن نقول أن أفريقيا لديها أيضا العديد من الإمكانيات ومن الفرص التي تستخدمها أو تستغلها. لدينا العديد من الطاقات ولكن لا نستغلها.